وعرب الناس في بيرو عن توقعاتهم وتطلعاتهم إزاء النتائج المرجوة لاجتماع قادة الأيباك الذي من المقرر أن يعقد في ليما ما بين 19 و20 من هذا الشهر. يعد دفع عملية بناء منطقة التجارة الحرة لآسيا الباسيفيك موضوعا مهما في اجتماع قادة الأبك المقبل الذي سيعقد في ليما، والذي سيتم فيه تقديم تقرير البحوث الاستراتيجية الجماعية بهذا الشأن كخطوة مهمة لتحويل الأمنيات التاريخية حول بناء منطقة التجارة الحرة لآسيا الباسيفيك إلى واقع عملي. ويعتقد المحللون في بيرو أن عملية بناء منطقة التجارة الحرة لآسيا الباسيفيك تحت قيادة الصين سيعود بالنفع على التنمية الاقتصادية لبيرو. بالنسبة لبيرو، يعد بناء منطقة التجارة الحرة لآسيا الباسيفيك فرصة مهمة لتعميق التعاون مع الدول الأخرى، وقد أقامت بيرو شراكة التجارة مع بعض الدول في منطقة آسيا الباسيفيك مثل الولايات المتحدة والصين واليابان. وفي إطار منظمة الإيبك، ستجد بيرو فرصا لتعزيز التعاون مع الدول الأخرى في آسيا الباسيفيك في مجالات الاستثمار والتقنية والتبادل الشعبي. وبالإضافة إلى حضور اجتماع قادة الأبك، من المقرر أن يقوم الرئيس الصيني شي جين بين بزيارة دولة لبيرو أثناء وجوده في هذا البلد. وأشار ماسورا إلى أن زيارة شي لبيرو ستعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية بين البلدين. نتطلع لزيارة الرئيس شي جين بين لبيرو. لا شك أن بيرو ستنتفع من هذه الزيارة، خاصة في التعاون التجاري. لقد قام رئيس بيرو الجديد بزيارة للصين بعد بضعة أسابيع من توليه منصب الرئاسة، لأن بيرو تعرف أن الصين ستواصل دورها المهم في العلاقات الدولية، وستستفيد بيرو من خلال تعميق التعاون مع هذه الدولة الاقتصادية المزدهرة.